الكرة للأبطال 24 ساعة بتقول كتير، فيها دروس من العيار التقيل حقيقة. يمكن مفاجآت المونديال تتوالى. الحقيقة يمكن أهم مفاجأة النهاردة كانت اليابان، اليابان اللي كسبت ألمانيا 2-1. والقصة مش في المكسب، القصة في السيناريو. إيه هو السيناريو الصعب وإيه هو السيناريو الأصعب؟ السيناريو الصعب إنك تكسب منتخب تقيل، تكسب منتخب قيمته التسويقية، تاريخه، بطولاته، دورياته، نجومه أعلى منك بكتير، وتقدر تحافظ على المكسب ده لغاية النهاية. طب ده السيناريو الأصعب. الأصعب من ده إنك تبقى متأخر قدام المنتخب الكبير ده، وتقدر ترجع تتعادل ثم تحقق المكسب، وده اللي عملته بالظبط اليابان النهاردة. الحسابات اتغيرت، وألمانيا كانت واحد من المنتخبات المرشحة، والنهاردة الحقيقة المغرب عملت جيم كبير قدام كرواتيا، وما ننساش ان كرواتيا وصيف بطولة العالم الأخيرة، وبالتالي نجاح كبير جدا للصغار أمام الكبار النهاردة. وامبارح تونس طبعا عملتها قدام الدنمارك. ونختم بالحكاية والرواية، السعودية الحقيقة اللي شرفونا وشرفوا الكرة العربية. امبارح السعودية عملت جيم عالمي قدام الأرجنتين بنفس السيناريو، يمكن أحلى كمان من السيناريو اللي عملته اليابان قدام ألمانيا. امبارح السعودية الحقيقة أظهروا قدراتهم، عشان كده بقول الحسابات دي بره الملعب، قصة في التسعين دقيقة قصة تانية خالص. دي اللي عايز يتعلم، والأرجنتين برضو واحدة من الدول المرشحة وبقوة لتحقيق اللقب. لكن الخوف، التوتر، الضغوط، كل ده سابوه بره الملعب ونزلوا قدموا مباراة ملحمة هتفضل في تاريخ الأشقاء في السعودية لسنين وسنين وسنين جاية. ومش بس أشقائنا في السعودية، أعتقد أن السعودية شرفت الكرة العربية، عشان كده كان لازم نبدأ حلقة النهاردة ونقول للأشقاء ونجوم السعودية بجد شرفتونا. عادة يعني أنا ما بحبش الأعداد، يعني بمجرد ما أعرف نتيجة ماتش ما بحبش أتفرج عليه، خلاص انتهت. ممكن أشوف الهايلايتس، لكن أن أتابع الماتش أو أشوف أتفرج على 90 دقيقة ده شيء بالنسبة لي صعب جدا. لكن الحقيقة أن أنا اتفرجت على الشوط الأول من مباراة منتخب ألمانيا في مواجهة اليابان، وكانت اليابان بالنسبة لي في المتناول، يعني فرقة مسلمة ورفع الراية البيضاء من الدقيقة الأولى للدقيقة 45. وكان المنتخب الألماني سهل جدا يسجل جول واثنين وثلاثة واربعة ويخلص المباراة بدري بدري. ومن هنا انتهت علاقتي بالمباراة وابتديت اتحرك لمدينة الانتاج عشان اقابل حضراتكم في السادسة. ثم فوجئت بمجرد وصولي الناس بتقول لي المباراة انتهت لصالح اليابان 2-1. فالحقيقة انتابني فضول شديد جدا، شوط تاني محتاج اتفرج عليه، ازاي يا جماعة يعني التحول ال 180 درجة ده ازاي يحصل في بريك بين الشوطين مدته 10 دقايق؟ ايه اللي حصل؟ ازاي اليابان قدرت تقلب الترابيزه على الالمان بالشكل ده، رغم انه الالمان كانوا متفوقين في كل شيء، استحواذ، مهاره، لياقه، سرعه، قوه. 10 دقائق يقلبوا الحال كده. لكن الحقيقه تحيه وشابو للمنتخب الياباني، بيدي واحد من اهم الدروس للناس اللي حابه تتعلم. طيب استعداداتنا لماتش المقاولين يوم الاحد ما زالت مستمره. النهارده كان في تمرين صباحي للنادي الاهلي تحت قيادة طبعا مستر كولر، بنجهز لمباراة الكاس إن شاء الله هتلعب يوم الحد اللي جاي الساعة 5 بتوقيت القاهرة طبعا في كاس مصر في النسخة القديمة. وزي ما تعودنا في تمرينة الأهلي كل يوم بيبدأ كابتن أو مستر مارسيل كولر بمحاضرة مع اللاعبين قبل ما يبتدوا يدخلوا على التدريبات البدنية اللي بيقودها طبعا أندويا مخطط الأحمال، وحراس المرمى بيشتغلوا مع ميشيل يانكون. والحمد لله فريق حالته جاهزة، أو حالته البدنية وحالته الفنية إن شاء الله بإذن الله نرجع بنفس الكيرف نهينا بيه قبل فترة التوقف. طبعا مجدي أفشة، مغربي، محمد أشرف، كوكا، ديانج، عبد القادر، كل نجوم الأهلي إن شاء الله حاضرين. يمكن اللي مازال بعيد عن الصورة شوية هيكون طبعا متولي، إن شاء الله يرجع بالسلامة ويكون أفضل حالا من الفترة الأخيرة. خلينا أقف مع نقطة في منتهى الأهمية، رحلة الخمسة اللي تحولوا لتسعة. وكلمة النهاردة قالها بين السطور كده، يمكن ناس كتير ما تكونش خدوا بالهم منها، يعني كلمة قالها دكتور سعد شلبي، كان بيقول إنه رعاية الأهلي بدأت في السبعينيات تقريبا بمبلغ 300,000 جنيه، رقم لم يتخطى ولم يتعدى الخمس أصفار. النهاردة في 2022 رعاية الأهلي تخطت التسع أصفار، وده الحقيقة بيعكس حاجات كتيرة جدا، منها مكانة، ومنها حجم، ومنها قيمة، ومنها شعبية وجماهيرية النادي الأهلي. كيان عريق دايما عودنا انه القصه مش بس قصه فلوس، لكن القصه قصه شراكه. في عصر تحولت فيه فكره الرعايه
من مجرد دعايه واعلان، من مجرد لوجو موجود على تي شيرت او لوجو موجود او اعلان موجود في ملعب الكوره، لفكره شراكه استراتيجيه بين نادي الاهلي وبين الشركات العملاقه الحقيقه، ومنها طبعا شركه اتصالات مصر الشريك الراعي الرسمي والتكنولوجي والشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي الجديد. دي لقطات طبعا النهارده من المؤتمر الصحفي اللي تم فيه الاعلان عن الشراكه، وزي ما قلت لكم هي فكره تتخطى بكتير جدا فكره الدعايه والاعلان. هنتكلم على شراكه ومع طبعا التوجه اللي حاصل في العالم كله واللي ابتدت تتبناه مصر في السنوات الاخيره، فكره التحول الرقمي، ارتباط الاهلي بشراكه مع كيان كبير وعملاق زي اتصالات مصر بيدعم فكره التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الكبير جدا اللي اداره النادي الاهلي حطاه كواحد من اهم الاهداف في الفترات اللي جايه. طبعا المهندس سيف الوزيري، احنا بنتكلم على النهارده في مصر كيانات عملاقه، شركات كبيره جدا ارتباطها ببعضها بيصب في مصلحه الجميع، فكره الوين وين سيتويشن، وده اللي اتكلم عليه كابتن الخطيب النهارده واتكلم عليه السيد حازم متولي المدير التنفيذي لشركه اتصالات مصر، وقالوا انه القصه الشراكه بتعكس اهتمام الطرفين بالارتباط بعلاقه بينهم وبين بعض والاستفاده المشتركه. انتوا عارفين طبعا الاتصالات في السنوات الاخيره او في الفتره الاخيره، مش في السنوات الاخيره، عملت ري براندنج، ففكره انها تربط البراند الجديد بتاعها واللوجو الجديد بتاعها مع تي شيرت اهم نادي في المنطقه، اهم نادي في قاره افريقيا، اهم نادي في الوطن العربي، ده بشكل كبير جدا هيساعدها على الانتشار. في نفس الوقت الاهلي بيستفيد من الشراكه مع واحده من اكبر الشركات الاتصالات على مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم، وبالتالي في النهايه طبعا ده حازم متولي المدير التنفيذي لشركه اتصالات. طيب خلينا كلمه كابتن خطيب جاهزه، لان الحقيقه كابتن خطيب اتكلم في حاجات. طيب خليني الاول، طبعا هنقف مع كلمه خطيب لانه كابتن خطيب النهارده قال حاجات كتير جدا مهمه. طبعا ده واحد من رعاه الاهلي الجدد في السنوات القادمه ان شاء الله. خليني ابتدي بكلمه سيد حازم متولي رئيس تنفيذي لشركه اتصالات مصر ونرجع لحضراتكم. السيد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العريق كابتن محمود الخطيب، السيد رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن هو الزميل السابق السيد سيف الوزيري، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسيد رئيس الشركة المتحدة للتسويق الأستاذ محمد يحيى، السادة الإعلاميين الأعزاء، والسادة الزملاء الأحباء في شركة اتصالات مصر. أنا النهاردة سعيد جداً، سعيد لأن الشراكة اللي بين الكيانين العملاقين كل في مجاله النادي الأهلي وشركة اتصالات جاية في وقت اتصالات مصر بتطلق فيه علامة تجارية جديدة، ومن حسن الطالع أن اللون الجديد للعلامة هو اللون الأحمر، ومش بس هي شراكة بين كيانين كبيرين ولكن هي أيضا شراكة بين كيانين بينهم قيم مشتركة. كلانا في مجالنا بنؤمن إيمان كبير بالعمل الجاد لإطفاء السعادة وإثراء حياة الناس. النادي الأهلي في المجال الرياضي بشكل عام وخصوصا في كرة القدم، ولكن دور كبير في إثراء الحياة الرياضية في مصر وبمختلف الأنشطة، وشركة اتصالات مصر بمهمتها إن هي تقدم خدمات لتثري حياة الناس في عالم متغير. التغير والتقدم إلى الأمام هو سمة الحياة واللي احنا بنؤمن بيها في اتصالات مصر، وبنؤمن كمان بأهمية دورنا ان الخدمة اللي احنا بنقدمها يبقى ليها دور في إثراء حياة الناس. فهذا التوافق في القيم بيفرق معانا احنا جدا وبيسعدنا وبيؤكد لنا ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط.
الفترة الجاية شركة اتصالات مصر هتعمل من خلال هذه الشراكة على نشر العلامة التجارية الجديدة، وهنعمل بإذن الله مع النادي الأهلي إن احنا نكون شريك تكنولوجي. احنا عندنا خبرات ممتازة ومجربة في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات المختلفة، والنادي الأهلي بما له من إمكانيات وثروة كبيرة من المحتوى الرقمي اللي احنا شايفين ان لينا دور نقدر نقوم به زي ما النادي الأهلي يشوف، وهنبقى موجودين في هذه الشراكة بشكل فعل ان احنا نقدم خدمات تكنولوجية جديدة بإذن الله. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، هما الفكرتين دول اللي في ذهني، وبكرر تاني سعادتي وشكري الاول لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، على رأسه كابتن محمود الخطيب، على الثقة وعلى الكلمات الواثقة الهادئة الجميلة الداعمة لهذه الشراكة، وبشكر فريق العمل في شركة اتصالات مصر، لأن الحقيقة فريق العمل هو مصدر نجاح الشركة من ساعة ما دخلنا من 15 سنة، وهم يعني حجر السند لهذه الشركة. وبشكر شركة بريزنتيشن والشركة المتحدة على الدور الداعم لهذه الشراكة، وبشكركم جميعا والسادة الإعلاميين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان قصة رعاية الأهلي خدت وقت طويل وخدت كلام كتير، لكن خلينا نتفق أنه في الأول والآخر القصة مش قصة أرقام بس. صحيح الأرقام عنصر أو عامل مهم جدا في المعادلة، أنت بتتكلم على النادي واحد من أقدم الأندية المصرية والعربية والأفريقية، بتتكلم على 115 سنة، مش بس أكتر من قرن ممتد على تاريخ وجود النادي الأهلي، لكن بتتكلم على مشوار يعني حافل بالنجاحات والبطولات والإنجازات، بتتكلم على نادي بيعتبر واحد من أكبر 5 نوادي على العالم من حيث المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي بتتكلم على حجم جماهيرية وشعبية بالأرقام كبير جدا، بتتكلم طبعا على كيان عريق جدا، واحد من أعرق المؤسسات الرياضية على مستوى العالم. والحقيقة النجاح اللي وصل له النادي الأهلي هنا رسالة للمؤسسات الرياضية والمؤسسات أيضا غير الرياضية. عندنا في مصر نماذج وعندنا في مصر أمثلة بتقول أنه في مصر مؤسسات وكيانات قادرة على أنها تجذب استثمارات ضخمة جدا وكبيرة جدا، مادام بتحترم وتحترف مسؤولية العمل، سواء في مجال رياضي، في مجال اقتصادي، في مجال فني، وأيا كان المجال. في النهاية دي رسالة للكل أنه نجاح ليه ضوابط وليه أصول، وفي إدارة بتشتغل على أنها، حتى لما اتكلم دكتور سعد شلبي يمكن كابتن خطيب اشار للجزء ده في كلمته، انه اول نادي ظهر على التيشيرت بتاعه اعلان كان الاهلي في سبعينيات القرن الماضي، ومن ساعتها كل ادارات الاهلي اللي تعاقبت على تولي المسؤوليه اشتغلت على ده، ازاي تجدد، ازاي تطور، ازاي تحسن، ازاي تحط الاهلي في مكانه غير، وبالتالي يكون عندهم قدره اكبر على انهم يجذبوا مزيد من الرعاه، بفكرة بقى الشراكة الاستراتيجية اللي تمت طبعا مع واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، شركة اتصالات مصر. نشوف جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع لكم مرة تانية في السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر ومؤسساتها وأهلها بخير، ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لنا كلنا كأهلوية، الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة، يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايماً رائد في كل شيء. والحمد لله رب العالمين، زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر
كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده وكل بدأت مجالس إدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية، وإزاي نضاعف القيمة، قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم، احنا لينا كمان دور مع الرعاة، ازاي نحافظ لهم على افضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق اهدافنا واهدافهم. النادي الاهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده، اعتقد يعني ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان احد الاندية، وهو من الخمسة الاوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي. علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان وانت تتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكتر من 115 سنة، وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهاردة احنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن العلاقة المميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا لنجاحات إن شاء الله نجاحات أخرى، وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون، وإن شاء الله يكون تعاون مثمر للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، وعايز أشكر المهندس سيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي، الشكر لجمهور الأهلي، الجمهور الوفي، السند والداعم دايما لناديه وفي كل المواقف. واتمنى من جمهورنا يكون داعم ايضا، ويكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد وهو ومصلحة الأهلي، ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا، الشراكة اللي بنعلن عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد أن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة
وقادره كمان على النجاح. وهنا مش عايز يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لان اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، واعتقد ان نجاحاته في كل الامور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده اكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل اكتر واكتر في اللي جاي. المهم اننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني رسائل كتيرة اتكلم فيها أو موضوعات كتيرة اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. الحمد لله على السلامة يا كابتن خطيب. والحقيقة يمكن خليني أقول دايما أنه الشراكة مع الكيانات العملاقة، لما اتكلم على أسماء زي المتحدة للاستثمار الرياضي، لما اتكلم على شركة زي استادات، لما نتكلم على شركة زي اتصالات، لما نتكلم على طبعا كيان بحجم وبتاريخ وبعراقة النادي الأهلي، ثق تماما أنه العلاقة دي هتصب في مصلحة جميع الأطراف، وأن الكيانات العملاقة دي مش ممكن تشتغل أو تربط أو ترتبط اسمها أو أسمائها بأسماء أخرى إلا لو كان في مصلحة ومنافع مشتركة، الوين وين سيتويشن. شركات التليكوم عموما أنتوا عارفين طبعا، بتتكلم على في العالم كله مش بس في مصر أو في المنطقة العربية، شركات التليكومينيكيشن النهاردة أو الاتصالات بقت من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم كله. عشان ترتبط أو بعقد رعاية أو بعقد شراكة مع أي اسم، لابد أنها تحصل أضعاف أضعاف الـ 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 الخدمات والمبالغ اللي هتدفع في الشراكة دي. ده مش ممكن يحصل أبدا لو كنا بنتكلم في مصر هنا غير مع كيان، بنتكلم على المستوى الرياضي طبعا. يمكن في مجالات أخرى في أسماء كتيرة جدا، وأنا واثق الحقيقة أن الدولة المصرية بتسعى إلى جذب الاستثمارات في شتى المجالات، لكن لما تبص على المجال الرياضي ما أعتقدش أنه في حد يقدر يعمل اللي بيعمله النادي الاهلي، مش بس في مجال جذب الاستثمارات والرعايه، بنتكلم بقى على بنيه تحتيه، بنتكلم على امتداد عمراني، بتتكلم على افرع للنادي في كل مكان في مصر، بتتكلم على تفريغ لابطال جدد، بتتكلم على حاجات كتيره جدا حطاها اداره النادي الاهلي قدامها كاهداف وبتسعى دوما انها تحققها. طيب خليني اروح لايطاليا. والله كاس العالم برضو من غير ايطاليا، اللي اتعود على ايطاليا في كاس العالم واللي شاف نجوم ايطاليا ديل بيرو وبيرلو ونيستا وكانافارو ويعني والعتاوله الطليان ومن اول باولو روسي وتوتي وكل النجوم دي، لازم تبقى ايطاليا حاضره في كاس العالم. ازاي نسختين ما تحضرش فيهم ايطاليا؟ انا مش عارف ازاي الطليان بيتابعوا كاس العالم، اذا كنا احنا في مصر ما رحناش غير مرتين او تاهلنا لكاس العالم مرتين، عشان اللي حصلت زمان دي كانت بدعوه ما كانتش تاهل يعني، لكن في النهايه 90 و18 كانوا المرتين اللي احنا وزعلانين ان احنا ما رحناش، ما بالكم بايطاليا اللي حققت اللقب بالفعل. خلينا ناخد سكايب الحقيقه مع واحد من العناصر الاساسيه في نجاح الميلان في السنوات الاخيره، اسمه ارتبط بالميلان كمدير رياضي للميلان وكان ليه تجربه كمستشار فني في برشلونه، اريدو باريدا هو ضيفنا في السادسه من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونشكره على وجوده معنا ومشاركته في السادسه. اهلا وسهلا بيك. شكرا لكم، أشرف بتواجدي معكم. يعني كنا نتمنى، وأنا الحقيقة كنت من عشاق الكالتشيو وكنت من عشاق نجوم الكرة الإيطالية، كنت أتمنى أن أنا أشوف إيطاليا في كأس العالم. شعوركم إيه وأنتم بتتابعوا البطولة من غير تواجد المنتخب الإيطالي؟ في الحقيقة غياب إيطاليا وعدم صعودها إلى نهائيات كأس العالم كان هذا أمرا غير متوقع، بل هو كما قال روبرتو باجو يعد جنونا، لا سيما بعد فشل إيطاليا في تحقيق الفوز على مقدونيا الشمالية وهذا للمرة الثانية، فبعد أن حقق مانشيني أحد أعظم انتصاراته على منتخب إنكلترا وحصوله على كأس الأمم الأوروبية تأتي الهزيمة الصادمة.
يمكن لسنوات طويله، وبعد ان كان الكالتشيو او بطوله الدوري الايطالي في صداره المشهد، يمكن كان اهم بطوله واهم دوري على مستوى العالم، وكانت الانديه الايطاليه يوفنتوس الميلان اليوفي الانتر دايما موجودين في المشهد الاوروبي ودايما متواجدين بعدد كبير من الالقاب. ليه تراجعت الكره الايطاليه على مستوى المنتخبات والانديه في السنوات الاخيره؟ في الحقيقة أنا من وجهة نظري أخطاء من المديرين الفنيين بشكل عام، وأيضا دخول بعض اللاعبين الأغراب في ساحة الكرة الإيطالية، هذا سبب لنا أيضا بعض أسباب الفشل. هذا من وجهة نظري كمدير تشكيلي ومدير تنفيذي لنادي برشلونة، فأنا خبرتي كبيرة في عالم الكرة لا سيما في الكرة العالمية، لكن الآن نحن بحاجة إلى مراجعة حساباتنا مرة أخرى وأن ندفع بالمهاجمين الإيطاليين، فهم أحق بذلك من أي لاعب يدخل من أي دولة أجنبية أخرى. أبيامو عندنا كثير من اللاعبين، نعم، فلذلك لابد كما قلت سابقا أن نراجع حساباتنا وأن ندفع أيضا بالناشئين الإيطاليين، فعندنا ناشئين إيطاليين، عندنا لاعب يسمى مارسو، هذا اللاعب لاعب رائع وفي غاية، لذلك نحاول قدر المستطاع أن نعيد إيطاليا سواء الدوري الإيطالي أو المنتخب الإيطالي إلى مستواه العالمي. في السنوات الأخيرة يمكن لاحظنا تطور في مستوى مسابقة الدوري الإيطالي، وشفنا أندية كتيرة الحقيقة قوة المنافسة رجعت مرة تانية، شفنا أندية زي نابولي زي الإنتر زي اليوفي طبعا قبل التراجع في الموسمين الأخيرين زي الميلان بيتوج باللقب. هل ممكن نشوف قريب نادي إيطالي بيتوج بإحدى أو يعني بلقب زي لقب الشامبيونز ليج؟ نعم، من وجهة نظري لا، هذا صعب في هذه الأيام، لكن من الممكن أن نعد خطة جيدة لإعادة إيطاليا إلى مستواها العالمي. أنا لاحظت كثير من الفرق التي أصيبت بخيبة الأمل، وبعض اللاعبين الذين لا يجيدون الاحتراف ولا يجيدون اللعب جيدا، وقد دفع بهم المدرب لنراهم في ساحة الدوري الإيطالي وهم لا يستحقون ذلك، هذا من وجهة نظري. لذلك لابد أن نعد هذا جيدا مع المدربين الآخرين لنحصل على نتيجة رائعة. فكما نرى أن الدوري الإنجليزي قوي جدا ونرى الفرق دائما في تقدم، وهذا يحزنني كثيرا على الدوري الإيطالي، لكن هذا ليس مستحيلا، أقول هذا من الصعب لكن ليس مستحيلا، فهذا يحتاج إلى وقت كثير لإعداد ذلك. مشوارك في تجربتين مميزتين جدا، يعني العمل في الدوري الإيطالي مع واحد من كبار إيطاليا زي الاي سي ميلان، ثم الانتقال العمل في الليجا الأسبانية مع واحد من كبار الدوري الأسباني زي برشلونة. إزاي بتشوف التجربتين وإيه هي أهم الفوارق بين الدوريين الإيطالي والأسباني وأيضا الفوارق بين العمل في نادي زي الميلان ونادي زي برشلونة؟ في إيطاليا هناك مسابقات كثيرة وتحديات كثيرة دائما، لكن مشكلتنا نحن الإيطاليين أننا لا نسعى للتطور، فإذا ما تقدمنا في موسم تراجعنا في موسم آخر. لا أعلم حقا هل هي مشكلة فنية أم أن الحظ دائما يخالفنا، كما رأينا أيضا في كأس العالم كانت إيطاليا لابد أن تشارك في هذا المونديال، وكما نرى في الساعة أيضا دفع المنتخبات العربية التي تدخل، هم حقا المنتخب السعودي منتخب رائع. فلهذا أعود للأمر الذي كنا نتكلم فيه، وهو لابد أن نرى الفوارق العجيبة ما بين الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، أن الأسبان دائما يسعون إلى التطور، يسعون دائما إلى الإنجازات، لا يكتفون بإنجاز واحد، لا يكتفون بأنهم حصدوا لقبا أو ألقابا عديدة، بل يسعون دائما أن يكونوا دائما في الصدارة، أن يكونوا دائما في المقدمة. لهذا أرى أن مشكلتنا نحن الإيطاليين تتعلق دائما
أننا نصاب بالإحباط بعد أول محاولة، فلا بد أن نسعى قدر المستطاع لتحقيق الألقاب. إزاي بتشوف بطولة كأس العالم اللي بتقام لأول مرة في دولة عربية، قدرة قطر على التنظيم؟ شايف إزاي البطولة لغاية دلوقتي والنتائج المفاجأة اللي حصلت فيها؟ زي ما ذكرت يمكن السعودية يمكن أهم وأكبر مفاجأة حصلت في المونديال أمام الأرجنتين، والنهاردة اليابان بتعمل مفاجأة تانية أمام ألمانيا، والاثنين الحقيقة سواء ألمانيا أو الأرجنتين من المرشحين لتحقيق اللقب. سي نعم، هذا كان قد رأينا نجاحا باهرا على الأراضي العربية من تنظيم واحتفالات، ونحن ننتظر المزيد، ولكن لم نتوقع هزيمة قطر الكبيرة على أرضها في المباراة الافتتاحية أيضا، كما الألمان حققوا اليوم فوزا عظيما، كما الألمان قاموا بشيء عجيبا اليوم، ولكن كما نقول أن الكرة غدارة، فكما رأينا أن المنتخب السعودي أمام الأرجنتين حقق فوزا ساحقا وهذا لم يكن متوقعا، فأنا قلت أن أوروبا بأكملها خسرت هذه المباراة، أيضا أمريكا اللاتينية. نعم، فلهذا لابد أن نقول بأن التنظيم في قطر رائع، أيضا المنتخبات العربية تحقق إنجازا عظيما، بل نقول إعجازا في هذا المونديال. مين المنتخبات اللي بيميل ليها الايطاليين في التوقيت، مين اللي يعني بعد عدم مشاركه ايطاليا، مين المنتخبات اللي تتمنوا ان هو يتوج باللقب، ومن وجهه نظرك مين الافضل في الفتره الحاليه لتحقيق لقب بطوله 22؟ من القول اعتقد بعد ايطاليا قد فقر الجمهور شغف على متابعه كاس العالم، وبناء على ذلك فقد يتساوى الجميع، ولكن من الممكن الارجنتين تمنينا ان يتوج باللقب، كما نرى الاسطوره مارادونا وخليفته ميسي، ولكن هذا لم يخالفه الحظ في هذه المباراه، فنقول ان المنتخب الارجنتين منتخب كبير، وكنا نامل ان يحصل ويتوج باللقب هذا المونديال، لكن بعد ان رايناه يهزم امام المنتخب السعودي بهذه الطريقه فقد فقدنا الشغف وشعرنا بخيبة الأمل. وأقول وأكرر أن هذا المونديال يحمل العديد من المفاجآت، سنراه مونديالا عجيبا لأول مرة في تاريخه، كما أيضا أنا أتوقع وأقول لكم من هنا أن السعودية ربما تكون في نصف نهائي كأس المونديال. من واقع خبرتك ومشوارك، فوز منتخب السعودية، وخليني ألفت نظرك لمعلومة أنه المنتخب السعودي بيضم صفر من المحترفين، كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي، هل ممكن ظهورهم بالشكل ده قدام الأرجنتين يفتح لهم أبواب الاحتراف؟ وهل ممكن أنت يعني في موقعك أو في مكانك كان ممكن تفكر في ضم نجوم المنتخب السعودي لواحد من الأندية الإيطالية؟ نعم لما لا، كما رأينا نعم هؤلاء اللاعبين حققوا فوزا تاريخيا على الأرجنتين، فلما لا، فأنا من وجهة نظري أن نضم بعض هؤلاء اللاعبين إلى الدوري الإيطالي وسنرى موسما غريبا. نعم العرب مؤخرا قد تمكنوا من تحقيق فوز ساحق، وقد تمكنوا من إدراج أنفسهم في الفوز على كبار المنتخبات الأوروبية، فلما لا، وكما قلت من المحتمل أن نرى المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم أو على الأقل في نصف النهائي، فلما لا نقول بأن ممكن من الممكن أسبانيا أيضا منتخب الدوري الأسباني يبحث عن هؤلاء اللاعبين. يهمني أقف معك مع تجربة نادي نابولي الحقيقة، اللي قدم رغم رحيل عدد من النجوم والأعمدة الأساسية في المواسم الأخيرة زي إنسيني وزي كاليدو كوليبالي عن صفوف الفريق يعني، إلا أنه الفريق حافظ على استقراره وحافظ على قوته وقدم عروض قوية جدا في الدوري الأبطال الأوروبي. هل بتشوف أنه تجربة نابولي ممكن تكتمل بالنجاح والوصول لمحطة التتويج باللقب، ولا ممكن يبقى لسه بدري شوية؟ نعم للوصول إلى التتويج باللقب، نعم نابولي فريق قوي جدا، وأنا أقول منذ أن توليت إدارتي في تدريب الفرق أن نابولي فريق لا يتغير، فريق دائما يحافظ على مستوى بخلاف باقي الفرق الإيطالية، فلما لا؟ فهذا نعم لدي العديد من المزايا، وهو فريق قوي حقا ويبحث دائما عن الصدارة، فلما لا؟ ربما نراه يتوج باللقب.
ففي الحقيقة فريق كبير، أنا ولائي كله لفريق نابولي، وأتمنى أن أكون في نابولي طوال حياتي، فأنا أعشق هذا الفريق، فهذا بكل التأكيد سيكون دفعة قوية لهم، وأنا أتوقع أنهم سيحدثوا مفاجأة وربما يصلوا إلى التتويج باللقب. أليدو باريدا المدير التنفيذي السابق طبعا لنادي اي سي ميلان ومستشار نادي برشلونه، بشكرك شكرا جزيلا. واذا كانت السعوديه، خليني اختم معاك لقاء، اذا كانت السعوديه فرحتنا كشعوب عربيه بمكسب الارجنتين في اول جولات او اول ماتشاتها في كاس العالم، فاعتقد انكم في ايطاليا بتشاركونا الفرحه لانها بكده استطاعت انها توقف سلسله انتصارات الارجنتين والرقم القياسي اللي بتحتفظ بيه ايطاليا. بشكرك مره ثانيه على مشاركتك معانا. فاصل ونستقبل الحديدي، كابتن عمرو الحديدي ضيفنا النهارده. هي طبعا حكايه الاعلى والاغلى والاجمد، الكلام ده كله نقوله مع بعض كده في المدرجات او احنا قاعدين بنتفرج على الشاشات، لكن في الملعب قصه ثانيه خالص، قصه ثانيه خالص خالص خالص. والدليل اللي حصل في كاس العالم ده مش بس طبعا، يعني انا طبعا فوز السعوديه وفوز اليابان نتائج مفاجاه للجميع، ما حدش كان يتوقع ابدا، وخصوصا خصوصا السعودية أمام الأرجنتين، تتكلم على يمكن واحد من اثنين مرشحين بقوة جدا لإحراز اللقب، تبقى ألمانيا قوة عظمى لكن فرص ترشيحها للفوز بالبطولة ما زال الأرجنتين. فالحقيقة إنجاز السعودية الحقيقة محتاجين نقف معاه كتير، وأربط بيه إنجاز اليابان، وهعتبر الحقيقة ماتش المغرب كمان قدام كرواتيا لازم المغاربة ياخدوا حقهم. أنا قلت لكم من قبل البطولة ما تبدأ أنا عندي رأيي وما زلت عندي رأيي، ثلاث منتخبات أراهن عليهم من المنتخبات اللي بتنتمي ليني، عربيا السعودية والمغرب، وإفريقيا السنغال. يمكن السنغال قدمت كرة كويسة لكن ما قدرتش تحقق نتيجة كويسة، لكن أعتقد أن السعودية قدمت مردود جيد جدا، والمغرب كمان قدمت، وإن شاء الله بإذن الله قادرين يروحوا لبعيد. هنتكلم عن المونديال وهنتكلم على عودة النشاط الأهلي والمقاولين مرة تانية مع نجم الحلقة النهاردة ونجم السادسة كابتن عمرو، ونجم الأهلي ومنتخب مصر طبعا كابتن عمرو الحديدي، بيشرفنا وينورنا. مساء الخير يا كابتن عمرو. سنور استاذ احمد. بمناسبه الاغلى في المدربين، هانس فليك النهارده قدام هيرفي رينار، انا بحب هيرفي رينار جد، مفيش مناسبه جت او حضر اسم الراجل الا الحقيقه وشفت انه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي اشتغلوا في افريقيا، وتفوق الحقيقه في مباراه السعوديه وادارها بشكل جيد، واسمع رايك ووجهه نظرك في الماتش ده. بس احكي لك قصه كده على هيرفي رينار. هيرفي رينار طبعا مشواره في افريقيا والسي في بتاعه محترم جدا، ونجح في قياده زامبيا للفوز بامم افريقيا، ومن بعدها هو المدرب الوحيد في تاريخ افريقيا اللي خد بطوله الامم مرتين مع منتخبين مختلفين، وكان ليه تجربه مميزه في المغرب ووصلهم كاس عالم، وليه تصريح شهير جدا بعد ما حصل يعني توتر بينه وبين المسؤولين عن الكره في المغرب، كان ليه تصريح صحفي شهير جدا بيقول انه بيحلم او يتمنى في يوم من الايام انه يدرب منتخب مصر. يدرب منتخب مصر. بمجرد ما توترت العلاقه بينه وبين المغرب، مين اللي اشتغل عليه؟ السعودية. راحوا تعاقدوا معاه ب 90,000 دولار. في الوقت ده احنا رحنا جبنا اجاري اعتقد في الوقت ده تقريبا 125 او 120,000 دولار. راح الراجل السعودية اشتغل معاهم 3 سنين لغايه لما شفنا كره السعوديه في كاس العالم طبعا قدام الارجنتين. في الوقت ده بقى احنا جبنا اجاري ومشيناه، جبنا حسام البدري ومشيناه، وجبنا كارلوس كيروش ومشيناه، وجبنا ايهاب جلال ومشيناه، وجبنا روي فيتوري. بس انا افتكرت وانا بشوف لسه ما مشيناهوش. لا راجل صراحه عامل شغل، ولا انت ايه؟ يعني شفت بصراحه في ماتش بلجيكا لا واضح ان في مدير فني، يمكن انا قلت لحضرتك ان هو بيشتغل باسلوب مختلف. اعتقد الكره البرتغاليه او الاسلوب البرتغالي او السياسه البرتغاليه ماشيه في مصر كويس جدا من ايام مانويل جوزيه. هنروح هنا الراجل بيشتغل من 2019 باسلوب معين، مش وليد اللحظه ان هو حقق ده. انا يمكن بقول لحضرتك في الفاصل مين المدرب الجريء ان بيلاعب قيمه زي الارجنتين باوفسايد جيم من نص الملعب، لعبته كل لعبته تحت الكوره، بيضغط جبهات، الخطوط كلها قريبه من بعض، ما فيش حد فيهم ما بيعملش الواجب اللي عليه والزياده شويه. ايوه يمكن انا قلت لحضرتك ايه سعود عبد الحميد ده؟ ايه الباك رايت ده اللي احنا شفناه في مباراه الهلال مع الزمالك؟ ايه الباك رايت ده؟ ايه الديفندر ده؟ ايه الشهراني؟ ايه سالم الدوسري؟ يعني هم فرحونا وفي نفس الوقت حزنونا، فرحونا بالمكسب وحزنونا ان احنا كنا نبقى سهل قوي المنتخب مصر يحقق حاجات كتير قوي في البطوله دي.
سكت حضرتك. بصراحه سكت يعني مش قادر احكم. في ناس كتير ماشيه مع السكه دي مش عشان بس مش احنا تملي بنمسك الموقف بنتكلم في الموقف بس بنتكلم على ماتش بلجيكا. بس خد بالك من حاجه كابتن عمرو. انا يعني سيبك من المكسب مفرح ومشرف كل حاجه, انا عاجبني بس حاجه اكتر من يعني دايما بقول لما بتبقى بتلعب المنتخبات الكبيره وبتقول يا رب ربنا يستر, بتبقى حاطط ايدك على قلبك ومستني 90 دقيقه, بيبقى السيناريو الصعب اللي انت بتحلم بيه انك تتقدم وتحاول تحافظ على التقدم ده وتكسب المباراه, ده السيناريو الصعب. لكن الاصعب معنويا, انا يعني حاولت اوصل لاحساس ومشاعر اللعيبه بعد ما استقبلوا الجون الاولاني بتاع الارجنتين. المهمه بالنسبه لهم مش بقت صعبه, بقت مستحيله. فانك انت تقوم وتنتفض وتقدر تقف على رجلك وتتعادل وتكسب, ده اللي حقيقه شابوه. يعني لو الماتش ده كان السعوديه تقدمت 2 والارجنتين رجعت بواحد كنت اقول انجاز عظيم, لكن الاعظم منه انك تبقى متاخر قدام الارجنتين وتقدر تتعادل وترجع تاني. في شخصيه, في مدير فني, في لعيبه عندها اصرار وعندها عزيمه وعندها تركيز, لانه الفوارق خلينا نتفق الفوارق كبيره قوي يا كابتن عمرو. تمام, هنقول اول حاجه الراجل نفسه يعني منتخب السعوديه هيرفنارد نفسه هو شغال, مفيش مدير فني بيشتغل. كل الناس كان عندها تعجب واندهاش من طريقه لعبه, لعب بثلاث طرق زي ما حضرتك قلت, دخل فيه هدف من ضربه جزاء 90% اي حد هيقول لك دخل فيه هدف من الارجنتين هيحصل انهيار وركود في الاداء. هو تماسك و90% قايل السيناريو ده هيحصل. اي مدير فني بيقول لفرقته لو ما كسبتش ما خسرش ولو دخل فيها جون لازم ابدا من جديد. بدا الشوط الاولاني بسيناريو, بدا بدايه الشوط الثاني بسيناريو الثاني خالص واسلوب مختلف, اخر ثلث ساعه سيناريو السعوديه للاستحواذ والتملك والاداء والمهاره. شوف بقى جامعه ايه, احرزت هدفين وانت في الوقت ده يعني ممكن الكرة الأولانية تقول ياه ده لو الباك بتاع الأرجنتين حط رجله أو عدم توفيق سالم وهي تروح في المكان ده صالح شارق. أما بتاعت سالم الدوسري إن أنا أموه وأغير اتجاهي وأحطها في المسافة الأبعد, أربع لعيبة حواليه, أربعة لعيبة, هو راجل مهاري قوي بس تغير اتجاهك وتخدمك وتروح في المكان ده. إحنا شفنا الأهداف دي فيها أريحية شوية, أما صلاح بيوسع لنفسه في ليفربول وعنده تكرارها كذا مره فخلاص رجله عرف الطريق التهديف في الحته دي. مدير فني شوف الرياكشن بتاعه بعد ما الجول الاولاني دخل, شوف هدوءه بدايه الهدف الثاني وبدا انفعاله على اللعيبه. انا يمكن شفت مره ليه تصريح جوه غرفه خلع الملابس المنتخب السعودي يعني منفعل جدا. انت ممكن تقول اي حد في الدول العربيه ما بيحبوش يكون المدير الفني بينفعل عربي او اجنبي. أيوه. لا الراجل كان منفعل جدا 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 لدرجه ان التشويح وكان زق السبوره بتاعته وكان بيوجه لوم للعيبه. الكيمياء بدات من رئيس اتحاد لتغيير ملاعب لتلفزيون لاستقطاب محترفين ذو مستوى يعلو من كفاءه الكره السعوديه. بص انا تعودت ان انا بقول ان ممكن يبقى لعيب جنبي, يمكن قلت لحضرتك في برنامجك اما قالوا بدر بنون قلت لك الهدوء والثبات الانفعالي والتحضير من تحت. انا بتعدي اللعيب المصري لازم يتعدي من دي. ايوه, ما انا اي محترف انا جايبه هنا لازم اللعيب المحلي بتاعي يستفيد. بالظبط, ومفترض ان انا ابقى جايب لعيب كواليتي مش موجوده, وبالتالي مع يعني مع كتر العدد لو كل الفريق عنده 5 محترفين في 18 فريق بتتكلم في 90 لعيب اجنبي لازم يطوروا مستوى اللعيبه المحليين. ما انت بتشوف دوت بقى في لعيبه النادي الاهلي دلوقتي, في محمد وفي متولي, محمد عمان ومتولي الهدوء هو عندهم ده زاد بقى من ثقه المدير الفني فيهم وادائهم. نرجع لاصل الموضوع للراجل نفسه. المدرب اما اشتغل في المغرب واشتغل مع زامبيا هو امنيه حلو يجي مصر. انت احد الاعضاء مجلس الاداره اعتقد الكابتن حازم امام واتكلموا معاه وجه وفجاه انت استبعدته رغم ان اللي جه مبلغه اكبر بالضعف مره ونص. أي. ولا انا كلامي غلط تقريبا نفس القيمه اكتر مره ونص. ازاي مش هو ده اللي هيعالج؟ ولا كميته مش هتليق على اللي موجود؟ ولا كميته مش هتتناسب مع اللي موجودين القائمين على الكوره في مصر؟ الراجل حقق التارجت اللي محدش يتوقعه, حط السعوديه في حته تانيه خالص, سبب قلق للفرق وادى انذار للفرق الكبيره. يعني انا بتهيألي فوز السعوديه على الارجنتين
فتح الباب قدام كل المنتخبات الصغيره انه اداء كورتك. اداء تونس مع الدنمارك كان واضح، اداء المغرب كان واضح. زي ما بيقولوا خدتني في الاول ماتش السنغال في الاول برضه ناقص منه لعيب كبير يقدر يهدف في اي لحظه، ساديو ماني عنده من المقدره يقدر يحل. انت في الوقت دوت البرازيل جايه، هتقول لك اه ده انا شفت الموقف اللي حصل مع الارجنتين مش محتاج نادي والمانيا والمانيا المانيا ما حافظتش الدرس. اسبانيا من اول المباراه 3 اهداف عشان نريح دماغه مع كوستاريكا. وعلى فكره كان السيناريو ده هيحصل مع فرنسا، يعني فرنسا ابتدت المباراه استقبلت هدف من استراليا، لولا غلطه اتعدلت قدرت ترجع خلاص رجعت تانية. في المباراه بقى وادائها ومبابي احسن لاعب في المباراه رجل المباراه الاول في مجموعه حاجات، يعني مكسب رجل المباراه الاول الحارس محمد العويسي. مين المنتخبات اللي لفت نظرك في البطوله لغايه دلوقتي يا كابتن عمرو؟ مين المنتخب اللي حاسس انه جاي يقول انا جاي العب على اللقب، يعني انا جاي يعني مش واخد الماتش، انا جاي هدفي ان انا اوصل المحطه المباراه النهائيه؟ فرنسا. وانا قلت لحضرتك معاك هنا الموقف اللي هيحصل مع الارجنتين في المباراه بتاعه السعوديه دي هتشوف حاجه تانية خالص في الفتره اللي جايه، هتشوف فرقه تانية خالص واداء قوي جدا وحسم المباراه من اول شوط. هتشوف الكلام ده في البرازيل طبعا. ايوه يا خوفي تعملها البرازيل. احنا بنقول كاس عالم خلى التوقعات، بس اقصى طموح المتوقع يقول ان يحصل ان السعوديه تخطف الدرون. صحيح، اقصى حاجه. لعيبه اليابان النهارده خطفوا الانظار في الملعب، لكن جمهور الياباني كمان كما تعودنا يعني دائما خطف الانظار بس في المدرجات. تعالى اوريك اللقطه دي واسمع تعليقك عليها بعد انتهاء المباراه والمواجهه. طبعا خد بالك الجمهور ده فرحان جدا ومحقق نتيجه عظيمه جدا، واسهل له اسهل قرار ياخده طبعا انه يطلع يحتفل في الشارع بفوز منتخبه على منتخب المانيا، عامل جيم كبير وعامل مباراه كبيره. لكن زي ما تعودنا دايما بيوصل الشعب الياباني بيوصل درس المنظم المؤدب المحترم في غيابه وفي حضوره، يعني هو موجود بعد المباراه ادى الاداء بالاحترام في النتيجه. صحيح. وما بعد المباراه الاداء التربوي، ده أداء تربوي نتعلم منه، يعني دي لقطة المباراة على فكرة يا أستاذ أحمد. هو الشعب دي لقطة المباراة، يعني واحد بيلم المتبقي من مدرجات فرقة اليابان بعد انتهاء المباراة إذا كانت فيها كنز ولا إزازة مية ولا ولا ولا، حاجة تدرس. يا رب نتعلم يا رب. نروح لماتش اليابان، عايز أقف معاك شوية لأنه أنا شفت الشوط، كنت بكلمك أنا شفت الشوط الأول، يعني دايما الماتشات اللي بتبقى فيها تباين في مستوى إمكانيات الفرق الى حد كبير بتبقى النتيجه متوقعه، لكن لما تشوف كمان شوط اول كامل سيطره فيه شبه مطلقه للالمان على حساب اليابانيين لدرجه ان نوير ما راحت له ما ظهرش في الكادر الاساسي، مفيش شوطه اتشطت على نوير، كوره عرضيه وحيده اتلعبت بالهيد جت جنب العارضه، غير كده ما ظهرش المنتخب الياباني في منطقه جزاء منتخب المانيا. ثم يحصل تحول 180 درجه لهدفين. يعني لا انا عايز اعرف انت من خبرتك، يعني في اكيد عدى عليك ماتشات صعبه جدا طبعا. سواء مع منتخب او مع الاهلي، ايه اللي ممكن يتقال بين الشوطين؟ ايه اللي ممكن مدير فني او كابتن كبير يقوله للعيبه بين الشوطين ينزل يغير الحال 180 درجه؟ ثقه المدير الفني في لعيبته. اللي اللعيبه ما جاتش الماتش يا كابتن عمرو، ما جاتش الشوط الاولاني، ما جاتش الماتش يعني. طيب من كل حته مين اللي جم الشوط الثاني؟ لا في خطه ولا في دفاع ولا هجوم ولا خط نص، ما فيش شك. حلق بقى يعني، هم قاعدين بيحلقوا على الالمان من كل حته كويس. يعني فاهم، ما فيش. طب الشوط الثاني اللي جم مين؟ الشوط الثاني كتيبه ثانيه؟ لا الشوط الثاني في فرقه ثانيه جابوا 11 تانيين نزلوهم الملعب. يبقى احنا بنتكلم مدير فني واصف امكانيات لعيبته، لعيبه حابه تكافئ المدير الفني بتحركاتها، عمل سيناريو للمباراه بالهدف الاولاني لالمانيا، سيناريو الشوط الثاني جه في الدقيقه 85 الهدف وبعد كده اعززه بالهدف الثاني، خلاص مش عندكش المده او الزمن اللي تقدر تتعادل بيه كفرقه المانيا. فرقه اليابان يا جماعه ليه مش عايزين ناخد بالنا ان السرعات اللي موجوده تتفوق على اي فرقه في كاس العالم؟ هم عندهم سرعات مش طبيعيه وبيستفيدوا بالاقل فرصه، يعني جات لك 3 فرص استفاد منهم مرتين. ما طلعتش ليه في الشوط الاول؟ يعني 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 السرعات دي انا عارف ان ممكن يكون الخوف يعني ممكن يكون الساموراي الياباني ده سريع جدا في لكن التفوق، بص التحامات قوه سرعه، حتى السرعه يعني الالمان تفوقوا في السرعه، المهاره الاستحواذ الانتشار خلق الفرص كل حاجه في الكوره عملها الالمان في الشوط الاول. كانت فين لعيبه يعني ايه اللي ممكن يخلي فريق عنده الامكانيات دي مش ظاهر لمده شوط كامل؟ ممكن تقول ان الشوط الاولاني جس النبض لليابان
يعني سحبت منه ال 45 ولا ال 48 دقيقة أيوة. اللي حصل منهم الهدف. طيب. الشوط الثاني خلاص الرهبة راحت. أيوة. واحد زي اتنين. هلعب بقى بجراءة واستغل الفرص اللي جات له جاب منها هدفين وعرف يأمن المباراة ويخرج بفرقته لبر الأمام بالاتنين اللي حصل. فليك ما ظهرش الشوط الثاني. بص بقى الفرق الشوط الأولاني كورة وأداء واستحواذ وسرعات. الشوط الثاني مش موجودين. ما هو الثقة الزايدة إنك أنت خلاص يا جماعة الماتش خلص ده الشوط الأولاني والشوط الثاني هينهاره نجيب الثاني والثالث. بقى نجيب بقى خلاص. نجيب بقى خمسة وستة بالظبط العلبة بقى اللي هنشيل فيها الأرقام الكتيرة بقى ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. هو ما بدأش عمل ده، بدأ بهدف، قال لك الشوط الثاني هيحصل انهار لفرقة اليابان واشتغل زي ما أنا عايز. لا الشوط الأولاني كان جس نبض وثقة زيادة عن اللزوم من فرقة ألمانيا وجس نبض لفرقة اليابان لفرقة ألمانيا. الشوط الثاني بقت فرقة اليابان بتستحوذ وبتاخد مجريات المباراة وبتأدي وبتضغط والالتحامات والقوة والفرصتين اللي جولهم بهدفين. خلاص هو مش عايز المباراة غير كده، يجيب هدف فألمانيا هتبدأ تفتح ثغرات معينة. أم جاب الهدف الثاني، المدة الزمنية بالهدف التعادل وهدف المكسب مش كتير في الوقت دوت. خلاص ما عندكش استيعاب إنك تحضر ده. نوير ما راحلوش حد الشوط الأولاني. طب الشوط الثاني هم بقى بيقولوا عليه تتار، تتار فرقة اليابان. أداء ونتيجة وأسلوب وخروج للمباراة لبر الأمان. هو انتصار للكرة الآسيوية عموما، يعني الكرة الآسيوية اللي يمكن خذلها المنتخب القطري، خذلها المنتخب الإيراني، نتيجة طبعا صعبة جدا. وقطر أمام الإكوادور في الافتتاح، أعتقد إنه اليابان والسعودية صلحوا كتير جدا من شكل الكرة الآسيوية. فرقة قطر يا أستاذ أحمد باينة قوي إن هي خايفة. ما راحتش حتى للجون. ما راحتش للجون، ممكن وأنا أبقى عارف بجس النبض وباخد أول 10 دقايق شوف امكانيه اللعيبه بتوصل لغايه مين واداء اللعيبه شكله ايه وابتدي امسك اللعيبه اللي عندها مصدر خطوره عليا. لا انت ما رحتش الشوط الاولاني بولا هجمه، والثلاث اربع فرص اللي هم استغلوهم بهدفين. في حد من المنتخبات العربيه اللي ظهرت يعني حسسني قطر واعتبر الظهور الاول ظهور استثنائي، لان انا عارف ان المنتخب القطري شفناه عنده افضل من كده، لكن هل شايف ان في منتخب عربي يقدر يروح لبعيد في البطوله؟ المغرب، تونس، السعوديه؟ اقول لك ممكن بنسبه كبيره هتلاقي المغرب وتونس رايحين في الحته دي. السعوديه المفروض المباراه اللي انت اديتها وفرحت الشعب العربي كله تستعمل اللي انت نهيت منه المباراه بالمكسب تبدا بيه المباراه الجايه. صحيح. طيب. عايز تعمل حاجه معينه عشان تحجز لنفسك مقعد للمرحله اللي بعد دي. هنشوف لسه السبعه والثامنه ما ظهروش، بس تسمح لنا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا كابتن عمرو. انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي المنتخبات اللي ابدعت وامتعت واقنعت اثنين، انجلترا وفرنسا، يعني دول من اللي ظهروا لغايه دلوقتي في المونديال، هم دول اللي تقدر تقول عليهم دي فرق جايه تنافس على البطوله. هولندا جاي ليها هدف. جاي ليها هدف، ورغم ان انا عارف تماما انه احنا بعد دور المجموعات نقطه ومن اول السطر، قصه بقى بعد كده في النوك اوتس او في الادوار الاقصائيه قصه مختلفه تماما، وارد جدا يحصل حاله التحول اللي ياما شفناها في بطولات كاس العالم لمنتخبات بدت بدايه مش كويسه وبعد كده قدرت تعمل التحول الكبير جدا بدايه من الادوار الاقصائيه، فهنشوف. لكن اللي ما ظهرش عندنا منتخبين لسه ما ظهروش، منتخب غانا ومنتخب الكاميرون. او ابص معاك بصه سريعه كده على المجموعه السابعه والمجموعه الثامنه. المجموعه السابعه البرازيل وصربيا، على فكره صربيا عندها منتخب محترم جدا، ومعاهم سويسرا والكاميرون. فرص الكاميرون من وجهه نظر كابتن عمرو، شايف ان اسود الكاميرون ما زالوا اسود؟ في المواقف اللي زي دي او في البطولات اللي زي دي بتشوف حاجه تانية خالص غير اللي انت اتفرجت عليها في بطوله الامم. عندهم من العزيمه ما يكفي، يعني ان يمكن صامويل ايتو كان بينوه على الحاجات دي عشان يبعد الانظار عن الفرقه ويبقى الكلام كله والهجوم كله عليه هو. لا هم فرقه محترمه. انت بتتكلم على التصريح ان هو احنا هنلعب نهائي كاس العالم. هو ما بيجي يتكلم بيبعد الضغط العصبي على الفرقه نفسها وبيميل هو النقدي ليه هو. وهقول لك على حاجه برضه، انت شوف يا استاذ احمد وانت بتتكلم على الاسماء، انت لسه بتقول البرازيل. اي حد يتوقع يقول لك البرازيل رقم واحد، بس ما حدش واخد باله ان في صربيا، ما حدش واخد باله ان في كاميرون. في ممكن تبقى دي اللي يطلع منها اول وتاني، اول وتاني باسلوب وياخدوا احسن توالت لو في حاجات كتيره، يعني فرق هتلاقيها يعني من البدايه. لا هم 8 هياخدوا اول وتاني على طول خلاص. يبقى انت من البدايه
كل فرقه محدده لنفسها ايه. انت لسه بتقول البرازيل انجلترا حددت لنفسها ان هي جايه ليها هدف عشان تحقق نهائيات كاس العالم. رونالدو مدرب الارجنتين بيقول لك انا متوقع بعد مكسبي وفوزي على الارجنتين الارجنتين هتبقى واصله لكاس العالم نهائي كاس العالم. شوف الراجل في المؤتمر الصحفي بيقول ايه، انا متاكد انها توصل نهائي كاس العالم. ليه؟ ما انت مش هتشوف حاجه تانية الماتش التاني بقى، وهتشوف اداء تاني خالص، وهتشوف ضغط، وهتشوف عصبيه، وهتشوف ثبات في المستوى، وهتشوف من البدايه انهي المباراه زي فرقه انجلترا وفرقه فرنسا. ايوه احنا ابتدينا برونزيه كاس العالم ابتديناها بخساره تقيله قوي اللي احنا حققناها منتخب الشباب مع كابتن شوقي غريب، ابتديناها بهزيمه تقيله قوي قدام الارجنتين، وبعد كده قدرنا نوصل لقبل النهائي في اعتقد ايه 2001 2002 حاجه كده. تفوق بقى في صدمات في الاول الصدمه دي بتعمل انقلاب للاداء يعني من ضعف مستوى لوصول نهائيات. طيب المجموعه الثامنه يخصنا فيها غانا، غانا معاها البرتغال اوروجواي وكوريا الجنوبيه بلاك ستارز نجوم البرتغال وغانا. لا والله شفت انت جامد قوي في مع الافارقه يعني انت على طول كده البرتغال وغانا طلع اوروجواي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ نونيز وكافاني وسواريز وجوزين و عارف عارف بس هما برضو فرقة كويسة، فرقة كويسة قوي. متحمس انت للمنتخبات العربية والافريقية؟ طبعا وكنت اتمنى يكون منتخبي طبعًا موجود عشان يكون تبقى المصر. الحب جماعي بصفة خاصة لمنتخبي وبصفة عامة للمنتخبات العربية والافريقية. بس يعني خلينا نتفائل بفيتوريا. لا بص انت لسه يا استاذ احمد بتقول الراجل بيدرس، الراجل بيذاكر زي الراجل التاني واخد الملف من 2019 مع السعوديه. هو ده هو ده، احنا بس عايزينه يركز في كره المنتخب، يخلي بس ما يبقاش في تشتيت ذهني من الامور اللي بتحصل حواليه. الدوري يمشي زي ما هو، المواعيد هي هي، كاس الرابطه هو وكاس مصر بدون تغييرات يمشي زي ما هو. بمناسبه الدوري واحنا هنرجع مره تانية للدوري وللكاس، ده انا ماتش مهم جدا يوم يعني في زحمه كاس العالم. انا متاكد انه الاهلاويه، شوف انت بتشوف العتاوله ونيمار وميسي ويعني وكل الكبار دول، لكن ماتش الاهلي ان شاء الله مع انا عندي برضو عندي ميسي كلها. وعندي شادو وعندي شيري وعندي قفشه عندي بجد الاهلي وحشنا جدا وحش الاهلاويه جدا وعندي سافيو عندي وماتش الاهلي والمقاولين بيتهيألي برضو ماتش من الماتشات اللي الاهلاويه بيحبوا جدا يعني. انا هحب اتفرج على كاس العالم بس احب اتفرج على فرقتي طبعا، عايز اتفرج على فرقتي بعد الغياب ده كله راجع زي ما انا فكري زي ما انا، مدير فني ذكي، مدير فني بيذاكر. هو الغياب ده مقلق شويه لا يعني لا لا يعني فكره انها نقطه ومن اول السطر هنرجع نبتدي، خلينا نتفق ونبقى يعني برضه لازم نقول انه كانك بتبتدي الموسم من اول وجديد، يعني كان الموسم ما ابتداش، احنا بنبتدي الموسم يوم الاحد اللي جاي. بس ولا انا موافقك ان احنا فات ثلاث ماتشات وبعد كده مباراه السوبر وبعد كده المده الزمنيه للراجل ست اسابيع وبعدين فتره المده بتاعته دلوقتي بقت شهرين ونص انا موافق ده كله. بس الراجل بيذاكر مش بياخد فتره صراحه سلبيه، بيذاكر اداء لعيبه، بيذاكر اداء الفرق اللي قدامه، بيذاكر نقاط الهجوم في فرقه المقاولين، بيذاكر نقاط الضعف في فرقه المقاولين، بيقوي اداء لعيبه النادي الاهلي هجوميا وبيغذيها دفاعيا. كل ده شغل، راجل شغال. الشغل ده هتشوف الحصاد بتاعه، هو الراجل بيذاكر مش لنفسه، ما هو بيذاكر عشان يقرب وجهات النظر ما بينه وما بين اللعيبه، وجهات النظر بينه وما بين اداء لعيبته، الفكر نفسه ما بينه وبين لعيبته، ثبت الانفعالي والاداء والحب يعني الالفه بالكيان بالكامل مكتمله مع كولر. احنا النهارده لاول مره بنشوف عمار في الملعب بقى له يا حمد لله على السلامه. طبعا عمار من كنت يعني كان عند الاهلاويه كلها مش عندي انا بس، كان في شعور انه الولد ده هيكون جوكر قوي جدا، الجوكر في اي مكان في الملعب، لكن يعني اصابته وابتعاده لفترات طويله جدا يعني اعتقد موسم. استاذ احمد احنا دلوقتي بقينا بنقول في عز ما النادي الاهلي بيقف الاسد ما بيتهزش يبتدي يقع من اطرافه شويه شعيرات، شد عند حمدي، شد عند السليه، شد عند محمود متولي، التحام لمحمد عبد المنعم، تلاقي نفسك ابتديت تتضايق. ايه ده؟ هو اللي احنا لحقنا؟ ده بقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو لسه لحقنا؟ ده المستشفى كانت لسه خلصانه من نهايه الموسم مع موسيماني ولا سواريش، وبعدين استشفت لعيبه كلها. بس احنا بنقول الراحه دي جت في وقتها، الراحه دي جت في وقتها، والقايمه كمان يعني قايمه البطل
اكتملت، لازم مليانه، دايما مليانه بالظبط كده. الاهلي يعني بمن حضر، الاهلي بمن حضر، واكيد طبعا انت طبعاً. انت لسه الموسم ما ابتداش، يعني انت خدت ماتشين في دوري الابطال، وخدت ماتشين في الدوري العام، وخدت مباراه في كاس السوبر، يعني لسه ما دخلتش بقى في معمعه الموسم، وفي توالي الماتشات، وفي سفر، وفي اجهاد، وفي بس اقول لك حاجه يا احمد، نقطه مهمه قوي، كل لعيب قدم اوراق اعتماده للراجل عايز يمسك فيها ما يسيبهاش، مش عايز يبقى في توتر، ادائي زي ما انا هنا زي ما انا هنا. يعني احنا شفنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اكرم، شفنا اكرم مع المنتخب شكله عامل ازاي، انت صحف اوروبا كلها بتتكلم على اكرم توفيق، اداؤه رغم رجوعه من اصابه، ثباته، التزامه، سلوكه، تركيزه، هو اللي مخلي اكرم كده. دي المذاكره اللي انت بتحصد عليها النتيجه اللي انت ذاكرتها الفتره اللي فاتت، حماسك والتزامك واسلوبك وايمانك بربنا سبحانه وتعالى انك انت هترجع وترجع احسن من الاول، ده شغل اللعيب بيشتغل على نفسه. في مراكز هيبقى يعني اختيار اجباري زي ما بيقولوا كده انك تدور على بدائل ليها، يعني طبعا متولي هيكون بعيد في ماتش المقاولين، الحسابات انه يدخل في تشكيله او ياخد فرصه في مباراه اعتقد تبقى بعيده جدا. عبد المنعم الموقف رغم انه بيتمرن والاثنين موجودين في الملعب يعني، لكن مشاركتهم من عدمه ده قرار مستر مارسيل كولر. في النهايه انت مجبر على بعض المراكز يبقى فيها تغييرات، وفي بعض المراكز الثانيه اللي ممكن تكون بتفكر تعمل تبتدي فيها عمليه تدوير، تجرب اسماء ما خدتش، كانت بعيد لسبب او لاخر. هل ده وارد في ماتش المقاولين من وجهه نظرك؟ يعني هل ممكن نراهن مش او البدايه يراهن مش على البدايه الاصابات اللي هو مرغم بيها ان هو يعمل كده؟ ممكن تلاقي رامي، هتلاقي المغربي، ممكن تلاقي ايمن اشرف، هتلاقي ممكن يستعير بحمدي فتحي في الحته دي ويحط عمرو سليه في نص أيمن الملعب. مسافر لسه اعتقد معاه يعني شوف، يعني بص انت في ثلاثه بعد اهم، متولي وعبد المنعم وايمن. عبد المنعم بيتمرن بس بماسك يعني كويس، انت برضو مش عايز تضحي. ممكن تحط رامي وحمدي ويحطوا السلة في نص الملعب، او رامي وياسر، او رامي وياسر موجود. وخد بالك من حته مهمه جدا الراجل اكتشف فيها محمد هاني من قبل كده، محمد هاني يخش في الحته دي جوه، بيجيد الحته اللي في العمق مش على الطرف، العمق اكتر من على الطرف، تقدر تستفيد منه في الحته دي كويس قوي. مين اكتر حد اتطور مع مارسيل كولر من وجهه نظرك في الفتره الصغيره اللي اشتغل فيها؟ ثلاث اربع لعيبه باينه لينا كلنا. يعني اقول لك على حاجه، اداء حمدي فتحي للحته الهجوميه عكس كل المدربين كانوا بيستفادوا من حمدي في الحته الدفاعيه، اداء حمدي فتحي للحته الهجوميه كريم فؤاد طبعا، جمال الصحراء، جمال طاهر، جمال الصحراء، جمال الصحراء هو المره اسمعها يعني. انا مسميه كده. الراجل بيأدي في كذا مكان، ناحيه الليفت، ناحيه الرايت، تحت العمق، في العمق، تحت الفيرود رقم 10، بيأدي. شايفه اتطور مع كولر جدا جدا، ابتدى الراجل يطلع مهاره طاهر، طلع محمود طبعا، محمود متولي طبعا. بس على فكره متولي ما اتطورش، هو ده متولي بس احنا يعني ما شفناهوش كتير. هو كان بعيد يعني، شفناه اتصاب، شفناه اتصاب تاني. طب مين في حد تاني؟ هو يعني اقول لك على حاجه، في حد انا حاسس ان هو جاي. انا يبقى ده نص التاني من السؤال. طب مين انت مستني انه يتطور او شايف انه محتاج شغل اكتر، او ان هو يعني مستر كولر يقدر يعيد توظيفه او يعيد اكتشافه او يطور من قدراته في الفتره اللي جايه؟ اثنين، شادي وشريف. شادي وشريف، واهم واحد لازم يفوق عشان احنا متعودين ان هو عنده الحلول، احمد عبد القادر. عنده الحلول، عنده حل واثنين وثلاثه. يعني الراجل ربط تملي ما بين احمد عبد القادر وعلي معلول، دلوقتي بقى الربط بين سافيو وعلي معلول، الربط بين طاهر واكرم، وبقى اكرم وكريم. انت واخد بالك بقى في جبهات للنادي الاهلي، مش نص الملعب بس، سافيو تحت الفرود، لو سافيو تحت الفرود ده يتطرف ناحيه اليمين، يتطرف ناحيه الشمال، مديله اريحيه. قفشه نفس الكلام، طاهر نفس الكلام، عبد القادر نفس الكلام، شادي وشريف هتلاقي في وقت من الاوقات الاثنين موجودين. هتلاقي في وقت هو محتاج الاثنين في الوقت ده، بس شريف تحركاته انه بيجيد اللعب برجليه اتنين باينه، شادي خطاف بيخطف، ممكن يجي من تحت بيجيد التسديد برجليه اتنين برضو زي شريف، بس هي وقت مثلا، يعني زي ما تقول ايه، مجرد وقت بس، وقت وهنشوف حاجه كويسه قوي. طيب اسماء لم تظهر، خليني اقول لم تظهر بشكل كامل،
يعني هم ممكن يكونوا ظهروا او خدوا لقطه او خدوا فرصه، بس الاسماء دي ممكن تراهن عليها جدا، وخصوصا ان لعيبه امكانياتها كبيره جدا زي باسيتاو، زي حسين الشحات، زي ممكن اسماء. انا بشوف محمد محمود من اللعيبه الكبيره جدا اللي طبعا كان نفسي جدا يعني كولر يشتغل عليه، وكلامي على انه محمد محمود من الاسماء اللي جاي لها عروض كتير انها تطلع اعاره، يعني لو ده هيكون في مصلحته عشان يرجع الاهلي. انا شايف احنا في مصر بندور على الكويره بشكل كبير، ومحمد محمود من اللعيبه دي. الاسماء دي شايف فرصها ازاي في الفتره اللي جايه، وازاي ممكن يا اما تفرض نفسها على الراجل يا اما تشتغل على نفسها عشان تبقى موجوده في الصوره بشكل اساسي. ما هو الراجل استنى اما بيرستاو خف خالص ووصل ل يعني للنهايه، مش اصابه وارجع اصابه وارجع، لا خلاص انت شفيت وعفيت، اجهز بقى واشوفك، قدم اوراق اعتمادك ليا، يا انت موجود معايا يا انت مش موجود. محمد محمود هيبقى النسبه 50 50. في لعيبه النسبه 50 50. طب هرجع لمحمد محمود. 50 50 مش اداء، 50 50 انك تطلع بره عشان ارجعك تاني النادي الاهلي، وتكون اكتسبت في الفتره دي كلها مباريات ولعبت، والاحتكاك ده هيزودك كتير جدا. بس خد بالك محمد اسماء زي محمد محمود وزياد طارق من الاسماء اللي لما خدت فرصه السنه اللي فاتت الناس أدت. كلها قالت انه الناس اقتنعت بادائها وقدمت اوراق اعتمادها. كانت مكسب يعني مكسب طبعاً للاهلي في الفتره طبعاً دي. فبالتالي لما 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 جه مستر كولر كانت الناس متوقعه انه تقدر تراهن او تبني عليهم، عشان كده قصتهم قصه. بس خليني ارجع تاني للاسماء الكبيره. خد بالك انه وبالتالي دي حتى محتاجه اكتر ناحيه معنويه، ومحتاجه كمان عقليه لعب. لما بتحس انك انت شويه الجهاز الفني مش واخدك في الصوره، او المدير الفني مش مديك نسبه مشاركه او مساحه مشاركه كبيره جدا، ده ممكن ياثر عليك سلبيا. وعند لعيبه ثانيه ممكن ياثر عليها بالعكس، ممكن تبقى يعني تبقى نقطه تخلق دوافع عنده او تجدد دوافع عنده، بحيث انه يطلع 120% من كورته. فالحته دي برضو ما مش مضمونه. هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، يمكن احنا كنا بتهيألي كابتن سامي، معلش كابتن سامي كان ليه دور مهم جدا طبعا في الحته دي. الفتره اللي كان فيها الو ديانج احنا بنقول هو ماله في هبوط في مستواه ليه؟ انا مسافر فرنسا، انا جاي لالمانيا، جاي بره، انا هقعد هجدد. في الاخر خلاص اللي حصل هدوء وقعده، انسى انك هتمشي، انت موجود معانا خلاص. أيوه. الاداء بقى ظهر دلوقتي. الو ديانج احنا كنا شايفينه شايل فرقه النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله في مباراه الاسماعيلي بيدافع وبيهاجم وبيروح. كريم فؤاد هو ده بقى اللي انت حضرتك بتقول عليه. انا معايا مدير فني جديد ما يعرفش الاسماء اللي موجوده، كابتن سامي بيبلغه تقرير عن اللعيبه اللي موجوده، وانت وشطارتك اما يديك الفرصه. كريم اداله في مباراه الاسماعيلي، نزل نشط الملعب وعمل هدف لشادي خلاص. وفي مباراه الزمالك انت قاعد بره مركز، عارف انت تنزل تعمل ايه، لازم انزل اعمل طفره، مش انزل اعمل اللي زميلي انتهى منه، لازم يبان ان انا في طفره بالنسبه لي. هو ده اللي كسب او ده اللي استفاد من الموقف. اما خدت اديت متولي، اما الراجل وثق فيا وانا هديت ما بقتش افكر ان اجيب حد بعد بدر بانون، مش محتاج حد. شادي ثقه من الناس اللي كنت بتقول الاهلي محتاج مدافع اجنبي. لا قلت لك شادي، قلت لك حته القلب متولي. احنا كنا بنقول كل الناس بتتكلم ان بدر بنون مش الاهلي يغذي، قلت لك في الحته دي هتلاقي محمود متولي، وهتلاقي محمد عبد المنعم، وهتلاقي رامي. اللي انتهوا منه رامي ومتولي مع سوارش هم اللي يقدوا بيه مع كولر. تمام. محمد عبد المنعم كلنا شفناه وكلنا عرفناه، حتى انفعال محمد وهو بيوجه مع الشناوي او مع اللعيبه قل، بقى تركيزه في الملعب وبس. دي مهمة قوي. نيجي بقى لقصة محمد محمود وزياد طارق، وفكرة وممكن يبقى معاهم كمان مثلا حد زي عمار. يعني اللعيبة اللي ممكن تكون تاخد فرصة في انها تخرج في الانتقالات الشتوية عشان تلعب ويبقى رجلها في الملعب. ما عدا ولا ضد ده، وشايف اسماء معينة بعينها لا ممكن تراهن عليها مع كولر. المدة الزمنية بين الانتقالات اللي احنا بداية الموسم في الصيف لغاية الانتقالات الشتوية هيدي فرص 90% الراجل. لو ما اداش فرص يبقى طبعا الاولويه ان انا اخرج بره عشان العب. اللعب يا استاذ احمد هو اللي بيزود مش التمرين. اللعب لا ماتشات رسميه يعني. لا ماتشات رسميه مش ماتشات وديه، ماتشات رسميه. ماتشات رسميه فيها ضغط وفيها التزام وفيها تركيز وفيها حاجات كتير. القصه السنه دي برضو غير، لانه انت بتبتدي الموسم بمجموعه كبيره جدا من اللعيبه فايقه وصعب جدا تقعدها. يعني احنا ابتدينا ما شاء الله، يعني ما شاء الله اللي احنا قلناه قبل كده طبعا كان في
رقود في الاداء دلوقتي، انت محتار في اللي موجودين. بتفق معاك جدا، والراحه السلبيه وفتره الاعداد فرقت مع لعيبه كتيره جدا. بدات الموسم احنا دايما بيبتدي الموسم كيرف بيبقى مش في احسن احواله، مع الماتشات ومع توالي المباريات بتلاقي لعيبه مستوى ادائها بيرتفع. لكن احنا من بدايه الموسم ما شاء الله في كتير من نجوم النادي الاهلي واصلين لتوب فور، يعني حمدي، اليو ديانج، شناوي، متولي، اكرم، كريم، طاهر، كل دول ابتدوا الموسم بمنتخب. عشان كده بقول لك الفرصه بقت صعبه. ده ايجابي للفريق ككل، لكن ممكن يبقى سلبي لبعض اللعيبه. يعني مثلا انا هسال سؤال بالنسبه لكولر، الراجل وهو شغال مع اللعيبه اللي موجوده يدي كل الناس جرعات زي بعضها. ايوه. اللعيب اللي بينفذ هو بيحس بيه، الاجانب كلهم كده يا استاذ احمد. احنا عشنا مع الاجانب. ممكن يعني في مره في تاكلينج مستر هولمان قال لي مستر محسن الطاوي ده اسمه ايه؟ وكتب مع ان كان اللي موجود ألان هاريس وانا كنت ناهي الموسم. أيوة. انا ومشير لا ملوش دعوه، هو بيشوف اللي عينيه شايفاه مش بالتقرير. الفتره اللي فاتت دي رغم حتى التوقف بما فيها التوقف كافيه للراجل انه يحط عينه على احتياجاته ويحدد هو طبعًا. عايز ايه طبعًا. مين ممكن يكون طبعًا. هو درس الموقف درس الموقف من اول لما جه لمده الست اسابيع، وكان الاهتمام في مباراه السوبر بالنسبه لمباراه الزمالك. حقق التارجت المطلوب في الوقت ده، هو شايف ايه النواقص اللي هو محتاجها للنادي الاهلي عشان تكتمل الفريق بادائه بالتزاماته بنتائجه. هو دلوقتي ممكن يقول لك انا محتاج صانع العاب، ممكن يقول لك انا محتاج فيرود. ايه ده؟ طب احنا عندنا شريف وعندنا شادي وعندنا حسين. هو وانت شايف ايه؟ احنا لو محتاج يعني الاهلي محتاج ايه؟ مفيش حاجه خالص. محتاج مدافع؟ لا، ما انت عندك بص اكيد ملعب. بص في صفقات لا، نص ملعب. نص ملعب محدش يتخيل انك انت مثلا 10 ولا مع لا 10 10 10 انت عندك حمدي وعندك ديانج وعندك السليه. الراجل مصمم على راس حرب على فكره. انت معاك ثلاثه هم. أي. ولو فكرت تضيف الرابع هتحط اكرم. لو فكرت تحط واحد على الدايره هتحط اكرم. ولو حبيت تفكر تحط واحد في نص الملعب هتحط متولي مكانه الاصلي. ايوه، يعني عندك كذا خامه تقدر تشتغل مكانها ومكان اخر. ليبرو ودفندر، باك رايت وبيجيد في كذا مركز في الملعب، ممكن لغايه حارس المرمى بيجيد، امكانياته بتاهله انه يعمل كده. هو الراجل مقتنع ان فيرود، بس كلمه فيرود يعني فيرود اكثر من اكسترا سوبر، يعني من اقل فرصه بيجيب جول. ده اللي انت عايزه. زي ما الناس لما تيجي تتكلم تقول لك ايه برونو سافيو برازيلي، انا مش جايب نيمار. ما انت كلمه برازيلي مش جايب نيمار ولا زيكو ولا جايب برونالدينو ورونالدو الظاهره، انا جايب برونو سافيو لعيب كويس، ومع المناخ والاقلمه في الحياه في مصر هيبقى لعيب كويس ان شاء الله، يبقى اضافه كبيره لل بالظبط كده للسكواد. واعتقد انه من الصفقات اللي الناس يعني خلاص لها بسرعه. يعني نتمنى طبعا انه وشايف انه عنده لسه كتير، يعني شايف انه لسه عنده وممكن تاخد من ده من تاو لو صمم ان هو يكون موجود. تاو محتاج انه يتحدى نفسه يكون موجود. انت خفيت بس ادائك بقى. في لعيبه كابتن عمرو ما بيبقاش في خلاف على امكانياتها، لكن ممكن يبقى في خلاف على مستواها. تمام، صح ولا لا؟ طبعا. يعني في لعيب تبقى عارف انه اكيد لعيب كويس جدا وامكانياته كبيره جدا، لكن المستوى اللي بيظهر بيه الاضافه اللي بيعملها للفريق هي موجودة. دي اللي ممكن تبقى عليها علامه استفهام. لكن تاو الحقيقه بدايته مع الاهلي مبشره، شفناه مع منتخب انا حافظه كويس قوي مع منتخب جنوب افريقيا، يمكن كان في فترات اهم واخطر لاعب في منتخب جنوب افريقيا. نتمنى ان شاء الله انه يبقى هو محتاج فدان الحظ اللي احنا بنتكلم عنه. فدان الحظ ده. نورت الدنيا يا كابتن عمرو، الناس عندي دايما وكاس عالم موفق، ونتقابل بعد ماتش الكاس ان شاء الله والمقاولين نكون بنبارك لبعض ونسمع اخبار كويسه. نتفق انا وانت على الموضوع ده ان شاء الله بالمكسب باذن الله. مهم جدا اقول لكم بس انه فرع الاهلي في اللمسات الاخيره وميعاد الافتتاح لم يتم الاعلان عنه، عشان انا يمكن قلت او حددت التاريخ، فبقول لكم انه لم يتم الاعلان عنه حتى اللحظه، لكن بالتاكيد هيحصل في القريب العاجل جدا. مبروك مقدما لكل الاهلاويه اللي هيستمتعوا بالفرع الجديد، وما زالت افرع نادي الاهلي ان شاء الله تتوالى وتستمر لغايه لما تنتشر في كل مكان في مصر. بشكرك كابتن عمرو مره ثانيه على وجودك معانا، والف مبروك للنادي الاهلي على الرعاه، والف مبروك على الفروع القادمه، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. خطوه عملاقه من ضمن طبعا. خطوات عملاقه كتير جايه هو ده الهدوء ثم طبعا الكلام الكبير، تاخد الاهلي دايما لقدام وتاخد النادي الاهلي دايما في حته ثانيه. بشكركم طبعا على المتابعه، كاس عالم ممتع ان شاء الله، نتقابل في حلقه قريب جدا ان شاء الله من السادسه. تحياتي ليكم.